ياسر طبعا مختلف، بيعمل اكشن صعب جدا، وهو ياسر كمان مجتهد بطريقه غير عاديه. يعني هو بيصر انه يعمل حاجات بنفسه ساعات. يعني مره كان صار هو من طياره هليكوبتر وفتح باب الطياره واصر ان هو عايز ينط من الطياره، يعني المسافه، يعني الطياره كانت فوق العربيه، كان عايز ينط من الطياره وفتح الباب وشبه تقريبا يعني عمل حاجه زي كده. والمستوى العالمي من المشاهد تم تصويرها في اماكن مختلفه من العالم. صورنا في القاهرة أكتر من 100 لوكيشن، يعني ما بين فيلل وشقق وفنادق وشوارع ومطاردات، وصارنا في عمارات في وسط البلد وأسطح عمارات، صارنا في حتت كتيرة جدا 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 في باريس وفي ليل، وتصور في مراكش، يعني دول تصور فيها حاجات بسيطة في بالي. وطبعا علشان نشوف مشاهد الأكشن بالطريقة البروفيشنال دي، فريق العمل مر بتحديات كتيرة جدا. صار في درجة حرارة ساعة جدا جدا جدا، كانت توصل لنقص 3، فكان طبعا النهار قصير بتاعنا، يعني بنشتغل الدنيا بتفتح مثلا من الساعة 9 الصبح، عبالي ما نشتغل من 9 بتغرب على 4 بعد الظهر. وكنا بنعمل اجتماعات قبليها بفترة طويلة، لان الاستانس واللي بينفذوا المعارك دول من برا مصر، فكان جزء منهم كان بيجي من فرنسا وجزء منهم تاني كان بيجي من بلغاريا وصربيا وبلاد تانية. طبعا ده خد وقت كتير قوي للتمرينات والتنفيذ المعارك دي قبليها، يعني كانوا بيتمرنوا سواء مع ممثلين او بيشوفوا الحاجات هتحصل ازاي في الاماكن دي بالظبط. ومن كتر حماسنا لاطلاق المسلسل، احنا من دلوقتي حابين نعرف اذا في اجزاء تانية للعمل ولا لا. انا ما اعرفش في اجزاء جديده ولا لا، بس هو المفروض في جزء تاني، يعني مع المستشار بيحط لمساته الاخيره في التاليف الجزء التاني. هنعرف بس بعد ما نشوف رد فعل في الحلقه، يعني في العرض الاولي. يعني ليه ده الوزاره كمان ناس عايشين بره حدود خيالك، متحكمين في حاجات كتير وفي ناس اكتر. يعني هي خبريه صحيح حقيقه حلوه، لانه يكون في جزء تاني طبعًا من المسلسل، يعني مقدما انه نعرف هي القصه، لانه واضح المسلسل قديش فيه جرعه تشويق وكمان توليفه الممثلين والكاست رهيبه، واضح انه هيعمل ضجه كبيره كمان صبحي لما ينزل. على العموم احنا اكيد مستنيين.